السؤال هو هل قانون الانتخابات واقراره والزامه للمراه ان هي تكون في الدرج الاول في القوائم هو ده هيكون الالزام للاحزاب المدنيه للترشح ام ان انا بتكلم من حيث المبدا على اساس ان احنا بنجادل ان المراه تكون في الدرج الاول في القوائم هل الاحزاب المدنيه او جبهه الانقاذ عايزه قانون عشان تحط المراه على راس القايمه ده السؤال اللي الاستاذ عمرو موسى وهو